احنا مشكلتنا الاساسيه انه لم نستفيد من ازماتنا السابقه، يعني النكسه بس استطاعها لانها نكسه. مثلا الاردن مثلا خسر نصفه اداريا الضفه الغربيه، مصر خسرت، اسرائيل سوريا خسرت، النكبه كمان كانت اول هزيمه بعد استقلال الدول العربية مع هذا العدو اللي اتحد الغربي دعمه. حتى هاي المصطلحات هذه هي ليس تحايل على الاعتراف، على الاعتراف بالهزيمة. المشروع الإيراني موجود في المنطقة، والدول والعواصم العربية تقصف وتدمر وتحترق في بعض الدول العربية، من صنعاء إلى بيروت إلى مناطق من سوريا تستهدف ميرات، وطهران لا يوجد شيء فيها. هذه السردية التي تقولها وأتفق معك فيها في قطاع كبير للأسف يرفضها، يرفضها بل يتهم صاحبها بمتصهين، هذا محزن. فلسطين فلسطين، تأكيد كلنا تربينا على أن هذه الكلمة أقرب ما تكون لكلمة مقدسة، أو هي مقدسة في الوعي العربي، في العقل العربي. تربينا أيضا على بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، تربينا على أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية أساس كل شيء، القضية الفلسطينية في الوعي العربي على مدى سنوات طويلة عقود طويلة أهم من التنمية، أهم من الشعوب، أهم من الحياة نفسها. فلسطين فلسطين والقضية الفلسطينية، لكن هل سألنا أنفسنا بالضبط في مواجهة حقيقية مع النفس ماذا نعني بالقضية الفلسطينية؟ ماذا تعني القضية الفلسطينية بالضبط؟ في الحقيقة أنه بعد 75 سنة استهلكنا فيها كل شعاراتنا الممكنة، كل الشعارات الممكنة اللي لها علاقة بالقضية الفلسطينية. لما نتحدث مع أشخاص من أجيال مختلفة تكتشف أن الجميع مهتم بالقضية الفلسطينية، لكن المفهوم الدقيق للقضية غير واضح، بل يختلف بشكل كبير من شخص لآخر. يعني مثلا، هل تعني القضية الفلسطينية المطالبة بدولة فلسطينية من النهر إلى البحر؟ هل معناها إقامة دولة للفلسطينيين على أي أرض؟ هل معناها التبرع للفلسطينيين ومساعدتهم؟ هل معناها خوض حروب لا تنتهي إلا بتحرير كل شبر من فلسطين التاريخية وإلقاء إسرائيل في البحر؟ أكبر مشكلة للقضية الفلسطينية هي أن الجميع يتحدث عنها، ولا أحد يملك تعريف جامع مانع واضح محدد الملامح لحدود هذه الفلسطين وما يجب أن تعنيه فعلا. ولهذا السردية التاريخية للقضية الفلسطينية يوجد بها مشكلة، بل مشكلات كبرى. خذ مثلا صدام حسين، الخميني، القذافي، حسن نصر الله، جمال عبد الناصر، أسامة بن لادن، السنوار، الحوثي وهلم. ماذا يجمع بين كل هذه الأسماء المتناقضة؟ ببساطة كلهم بلا استثناء تاجروا بالقضية الفلسطينية. لا نضحك على أنفسنا، كلهم تجار شنطة، تجار قضية فلسطينية، شنطة اسمها فلسطين. كلهم اعتبروا أن فلسطين قضيتهم المركزية، وكلهم تسبب في قتل آلاف الأبرياء في بلدانهم والمنطقة باسم القضية وباسم الأيديولوجيا، الأيديولوجيا اللي هي مرتبطة بفلسطين. فقط لم يقدموا للقضية الفلسطينية أي خير، بالعكس قدموا لمجتمعاتهم وللعالم العربي مزيد من التخلف، مزيد من الانقسام. لكن ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي جمع بينهم. اللي جمع بينهم كلهم هو أنهم كانوا من التيار الذي أراد، ركزوا معي، الذي أراد للقضية الفلسطينية أن تستمر للأبد. عن السردية التاريخية للقضية الفلسطينية تدور هذه الحلقة من حديث العرب مع ضيفي هذا الأسبوع الدكتور مهند بيضين، وهو أستاذ التاريخ الحديث ومدير مركز التوثيق الملكي الأردني. أهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ مهند. أهلا الله دكتور. خلينا نبدأ بالحديث عن واقع سرديات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم، بعد يعني أو من تداعيات 7 أكتوبر.
نجد تناقض بين سرديات المثقفين العرب اللي يرفض خيار المقاومة واعتباره مصدر من مصادر المشكلة الحالية، وتيار آخر من المثقفين مع المقاومة بغض النظر عن تداعياتها وبغض النظر عن نتائجها وبغض النظر هل هي واقعية هل هي ممكنة أو لا. أي سردية تحظى بحضور أكبر اليوم؟ وما مآل هذه السرديات، صراع السرديات إذا جاز التعبير، بين المثقفين العرب على استقرار المنطقة، على استقرار الدول في منطقتنا؟ يعني هذا أمر مهم ومعقد ودقيق بنفس الوقت، وشكرا على التوجه للسؤال إله، لأنه يشكل نوع من الحالة اللي نحتاج أن نعيها في مثل هذه الأدوار من التاريخ وحركة التاريخ والأزمات. يجب أن نتفق بأننا نعيش أزمة، أزمة عربية راهنة تضاف إلى أزماتنا السابقة التي ارتبطت بمعادلة الصراع العربي الإسرائيلي. لا شك أن هناك محتل يريد أن يغير قواعد اللعبة، يريد أن يشرد، يريد أن يحاصر، يريد أن يقضم الأراضي، مارس سياسة حصار على أهلنا في غزة 18 عام ربما وأزيد، ومنذ النكبة وهو يمارس عملية الاقتلاع للفلسطينيين. بنفس الوقت هناك نظام عربي عاصر أزمات كبيرة ودخل بحروب مع هذا الاحتلال، خسر ما خسر ولم يربح إلا قليلا. قوة الخصم ليست من ذاته، إنما متولدة من موقف غربي داعم له، ويتمدى هذا الموقف في الصراع الآن الموجود في حرب غزة وما بعد طوفان 7 أكتوبر، لدرجة أنها البعض يرى أنها حرب أسطورية أيضا دينية متطرفة، ترى أنه يعني فكرة التخليص إسرائيل من أعدائها والقلعة الحصينة وما إلى ذلك، وهذا ما ظهر في خطابات سياسية عربية أوضحت أنه يعني يجب على إسرائيل أن تنتهي من هذه العقلية. وممكن خطاب جلالة الملك عبد الله كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشهر أيلول 2023 قبل أكتوبر بأسبوعين، وحذر من انفجار، لأنه العقلية الإسرائيلية تصنع هذا 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 الجو القاتم وتمارس الحصار على الناس. المثقفين العرب انخرطوا وانقسموا بين من يقول لا للتطبيع ومع المقاومة، وبين من يقول يجب أن نتكيف ومن يجب أن ننخرط بالمعادلة الدولية وأن نقرأ المشهد كما هو في الواقع. إحنا مشكلتنا الأساسية أنه لم نستفيد من أزماتنا السابقة، يعني نكسب استطاعها إلى أنها نكسب مثلاً، لأنه خسرنا كثيرا فيها. نعم. يعني الأردن مثلا خسر نصفه الإدارية الضفة الغربية، مصر خسرت، إسرائيل سوريا خسرت، النكبة كمان كانت أول هزيمة بعد استقلال الدول العربية مع هذا العدو اللي اتحد الغرب دعمه. بس في الحديث عن السردية يعني إيه؟ حتى هاي المصطلحات، ما هذه هي مصطلحات النكبة صحيح والنكسة، النكسة هذه جزء من أليس تحايل على الاعتراف، على الاعتراف بالهزيمة. يعني هو عمليا هزيمة فادحة اللي وصلنا ليها، وأول مرة سميناها نكبة والثاني سميناها نكسة والثالثة سميناها اجتياح بيروت، اجتياح مع أنه الدبابة الإسرائيلية دورت واستدارت بيروت وحالتها إلى دمار وخرجت المقاومة منها، ومن ثم اليوم بعد الطوفان هذا الدمار كله، ونتحدث عن أنه الطوفان أحيا القضية الفلسطينية وأعادها للمشهد وظهرت مظاهرات والتأييدات العالمية وقامت محكمة عدل دولية. صحيح كل ذلك صحيح، لكن خسر الناس البقاء، خسروا شرط البقاء، وتضرر الناس وانقسموا. دعونا نتذكر دائما كانت القضية الفلسطينية واقعة بين تيارين، تيار سياسي يبحث عن حلول وتيار يريد ويعمل من أجل استمرار القضية إلى الأبد، لا يضع بل لا يريد أن يفكر بأي حلول معقولة أو ممكنة أو قابلة للحياة على أرض الواقع. طبعا التيار اللي كان يبحث عن حلول واقعية وعقلانية، تيار كان دائما هو
التيار الضعيف، لكنه كان موجود دائما، كان يتم التعامل معه بالعنف وبالعنف فقط. مثلا في 20 يوليو، نذكركم نرجع للتاريخ شوي، موثقة وموجودة، 20 يوليو 1951، الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن تم اغتياله في المسجد الأقصى وفي وقت صلاة الجمعة، واللي قتله شاب خياط من القدس عمره 21 سنة، أظن اسمه مصطفى شكري. لكن ليش قتله هذا الخياط؟ قتله لأنه قيل له أن الملك عبد الله كان يبحث عن حل للقضية الفلسطينية، يستند على قرار تقسيم فلسطين سنة 1947، يعني كان مكسب كبير جدا وقتها. فقط شبهة البحث عن حل تجعلهم يقتلون الملك. طيب، مرت سنوات وسنوات، في 1965 الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في قلب فلسطين في أريحة تحديدا، طالب الفلسطينيين أن يعلنوا دولتهم. وقتها كان العرب يمتلكون كل الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى وغزة، وما كان في أي مستوطنة في تلك الأراضي. طبعا التيار اللي يرفض للحلول أراد أن تستمر القضية، أن تستمر بلا حل. طبعا وقتها كانت الأصوات القومجية والإسلاموية والناصرية والبعثية، كل الأصوات الشعبوية، الأصوات العالية التي تحترف الكلام والكذب والمزايدة، اتهموا بورقيبة بالخيانة وأفشلوا المشروع. نعم، أفشلوا المشروع. طيب، مرت سنوات وجاءنا الرئيس السادات الله يرحمه، انتصر في حرب أكتوبر وقال سأتجه للعمل على حل جذري للقضية الفلسطينية، وجاءت كامب ديفيد. إلى اليوم نقرأ تفاصيلها ونندم على الفرص الثمينة التي ضيعوها القومجية. كان قادرا على استرداد سيناء، وقادرا بل بصوت عالي طالب بدولة فلسطينية. كانت النتيجة كما رأينا في 6 أكتوبر 1981 تم اغتيال السادات بأيدي تنظيم إسلامي متطرف داخل الجيش، وفي نفس اليوم اللي كانت فيه مصر تحتفل بانتصارها العسكري الوحيد على إسرائيل. بالمناسبة كان هذا هو الانتصار العربي الوحيد على إسرائيل. في الحقيقة السردية التاريخية الحقيقية للقضية الفلسطينية هي أنها كانت دائما إلى اليوم تقع بين تيارين، تيار عقلاني يبحث عن حلول وتيار شعبوي يريدها قضية بلا حلول. تغيرت تسمياتهم على مر الزمن، مرة نسميهم محور الممانعة، محور الرفض، محور المقاومة، جبهة الصمود والتصدي. تتغير الأسماء ويبقى الجوهر هو ذاته، رفض وجود أي حل واقعي ومنطقي يضمن في هذه المرحلة يضمن حدود دنيا من الكرامة والسيادة للدولة الفلسطينية ودول المجاورة لها. قلت من قبل وأكرر، هؤلاء الممانعين بين قوسين لا حربا أجادوا ولا سياسة فهموا. يعني أليس يعني الواقع أنه كل حرب نخوضها أو تخوضها الجماعات التي تؤمن بالمقاومة تخرج بمزيد من الخسائر ومكاسب للعدو؟ يعني أي حرب لها شروط زي ما تفضلت، في جيوش تخوض الحروب بالذات في الزمن المعاصر وفي الزمن التكنولوجيا والعالم الذكاء التقني هذا الاصطناعي وغيره، لا قبل جماعات أو مجموعات تدافع عن قضاياها الوطنية بمواجهة الجيوش الكبرى. صحيح إحياء الجانب الوطني مهم، وأنا جزء كنت من مجموعة عربية كنا نتحدث دائما عن مناهضة التطبيع وما إلى ذلك، ومؤمنين بهذا أن الشعوب تعمل الدول سلام، لكن الشعوب لا تطبع بالشكل الذي يرغب فيه مرات الاحتلال، وهذا أمر متروك للشعوب، وشاهدنا الدول وقعت سلام لم تثبت. أمر طبيعي جدا أن يكون عند الناس نزعة بأن يكرهوا التعامل مع الاحتلال الذي يذرر الأوطان ويواجهها. لكن هذه السردية اللي تفضلت فيها
المقاومة وأن نقاوم وأننا نقرأ الهزيمة قبل أن نذهب إلى الحرب ونعرف أننا مهزومين بس مصرين على خطاب المقاومة. هذا يعود إلى 100 عام. 100 عام الدولة العثمانية وأزيد عندما دخلت الحرب الألمان جابوا ماكس أوبنهايم وسوى دعاية للجهاد المقدس وظهرت أدعية الكروب والحروب، مثقفين عرب انخرطوا فيها ويدعو إلى أنه لا ما لازم إحنا نترك العثمانيين، لازم نتحالف مع الألمان والعثمانيين. هنا كتاب نيل الاعتصام بالتمسك بخلافة آل عثمان، وهنا كتاب محمد فريد وجدي تبع الدولة العلية العثمانية الأبدية أبد الله مكانه. ظهرت هذه النزعة والبعض يعيد فكرة الجهاد والحروب المقدسة إلى هذا الجانب. أنت عبر 100 عام من الزمن في صراعك وفي 80 عام من النكبة وزيد وقبل ذلك هي منذ قيام الدولة الوطنية العربية في المشرق العربي ونحن نواجه الغرب بشكل أو بآخر. البعض يقول مقاومة الغرب، البعض يقول الاحتجاب عنه، البعض يقول التعامل معه، البعض يقول الواقعية السياسية يجب أن تكون موجودة. يعني أعطيك مثال، لما كان يقال أنه يجب أن نعطي قرار التقسيم بعام 47 الذي يعطي جزء بسيط لليهود بفلسطين، وعندما وافق الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة الهاشمية على هذا القرار ودعمه قالوا أنت خائن. نعم. اليوم يقول يا ليتنا سمعنا وقبلنا، لأنه لم يبقى شيء. ما هو عودة إلى السردية، سردية المقاومة. صحيح. والاعتماد على العواطف وليس على القراءة الحقيقية للواقع، واقع السياسي الدولي العالم، الإمكانيات والقدرات القوة إلى آخره. يعني بورقيبة قال خذ ثم طالب فاتهموه بالخيانة، السادات وقع سلام، وقع وقال تعالوا معي فقوطع، وتعرف القصة. أعيدك إلى ما قبل أحداث 7 أكتوبر، كان هناك جدل ما زال مستمر ولكن هو قديم بين سرديتين، سردية الازدهار والاستقرار وسردية العنف والدمار. وانت تعرف أنه إيران تقود سردية العنف والدمار، هي وحلفائها لأجندات تخدم إيران أكثر ما تخدم الفلسطينيين أو تخدم العرب. هل يمكن للسردية الأولى، سردية الازدهار والاستقرار، أن تحافظ على موقعها يعني على المستوى الشعبي بعد ما حصل؟ هو الازدهار والمنعة والديمومة والاستدامة لها بدها شروط، شروط الهدوء في الإقليم، شروط أنه الآخر يقتنع بأن هذه حدوده المرسومة له. وأنت أشرت إلى أنه في المشروع الإيراني موجود في المنطقة. نعم. اليوم في مشروعين يصفيان بعض ويلتقيان بشكل أو بآخر، والدول والعواصم العربية تقصف وتدمر وتحترق في بعض الدول العربية، من صنعاء إلى بيروت إلى مناطق، من سوريا تستهدف ميرات، وطهران لا يوجد شيء فيها. هناك مشروع صفوي فارسي في المنطقة. نعم. يقدم الإيرانيين نفسهم المعتدلين إلى الأمريكان بأنهم حضارة فارسية، لا يتحدثوا عن إيران إلا عندما يأتي القول على المرشح. وإسرائيل أيضا دولة دينية، وهذه دولة دينية، هذه دولة قومية، وهذه دولة قومية. العرب ما عندهم مشروع بهذا الجانب، فاقدين لتقديم أي مشروع. يريد الكل أن يحافظ على مكتسباته التي بقيت، خاصة بعد آثار ما يسمى بالحريق العربي اللي دمر البلدان العربية وأحالها إلى التضرر والانقسام، بفعل عامل خارجي وعامل محلي وعامل أيضا له علاقة بتطور المشهد الداخلي في هذه الدول والانسداد اللي حصل نتيجة لعدم وجود ديمقراطية واستبداد. اليوم أنت بتروح لتفاضل بين قضيتين، أنك يريد أن تلوذ بنفسك وتصنع استقرار بلدك وتبقي عليه. نعم. وتدينه وتذهب إلى دولة العدالة والمواطنة والتعددية التي تقبل بالآخر وتعيش الناس فيها متساوون، وبين من يقول لا إحنا يجب أن نؤجل هذا كله ونذهب إلى خيار المقاومة، وكيف يمكن أن نهنأ ونقيم. حتى البعض يمكن عليك القيام باحتفال ليوم وطني مثل لدولتك، كيف تحتفل يا أخي في يومك الوطني وفي حرب في غزة وفي احتلال وفي اعتداء على السيادة في جنوب لبنان؟ طيب ما هو كمان يعني هل أريد يراد مني أن أصفي كل أجندتي لصالح اتجاه معين وفصيل معين وأتخلى عن أهدافي الوطنية؟ هل يراد أن يضعف الأردن وتضعف مصر وتضعف الإمارات وتضعف السعودية من أجل أن نضعف بعدين كلنا مع بعض وبالتالي لا يبقى شيء؟ يجب أن نعيد نتمسك فيه. هم أصحاب سردية الدمار والعنف والمقاومة والندب والبكائيات، يريد أن يعني تعم الفوضى
لن يحقق انتصار، لن يحقق نجاح، ولكنه سيفرح إذا امتد هذا المشروع التدميري الذي يقود باسم المقاومة إلى المنطقة كلها. هو صحيح، أنا أقصد إذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها نعم صحيح، أنا أسميها ووضوح ونقول إنه هم يريدوا أن يبقوا على هذه الحالة من الفوضى، لأنهم يعني اعتاشوا عليها، هناك في عيش على هذا الجانب، هم يمتلكوا مفاتيح وبراءات يوزعوها الناس، وأنه أنت أخرج وأنت قاتل وأنت أظهر ولاءك، حتى هم لا البعض لا يؤمن بالدولة ولا يؤمن بالولي الأمر الموجود فيها ولا بطاعته. طيب أوكي، بدنا نكون نروح معك للديمقراطية. الديمقراطية تقتضي أنك تنخرط بالمشروع الوطني، تنخرط بدولة القانون، تنخرط بدولة المؤسسات، وتجادل وتحاجج وتشتغل بنضال سياسي وطني محترم حتى تحقق أهدافك. هذا الأمر غير مقبول عند بعض، وبالتالي هذا يصبح فيه خطر. اليوم أنا أقول لك، كلما ازدادت هذه النزعة عند الناس الذين لا يريدون لأوطانهم أن تزدهر وتتقدم، ونحن لا نقول نروح نوقع سلام مع، بالنسبة لنا بالأردن أعلننا خيارنا الاستراتيجي الواضح دائما كان هو السلام اللي يبقي الفلسطينيين أمل بقيام الدولة المستقلة، والذي يحفظ استقرار بلدنا أيضا بنفس الوقت. لا نخجل من هذا ونقوله، وهذا الذي يسمح لنا بالتدخل لدعم إخواننا الفلسطينيين ودعم صمودهم ودعم بقائهم وإرسال المساعدات وإرسال المستشفيات وإدارة الأوقاف في القدس ودفع الرواتب والطلاب اللي بيجوا يدرسوا بالأردن أخي سلمان واللي بيتعالجوا بالأردن. كل فلسطيني يخرج إلى العالم من الضفة الغربية يمر عبر جسر الملك حسين أو المعابر الأردنية الأخرى من أجل أن يرى النور ويرسل ابنه أو يتعالج أو يتشفى. والبعض يقول لك أسقط معاهدة السلام وأغلق الحدود، وماذا تريد مني؟ أن أحول فلسطين لسجن كبير عشان تجبر الفلسطيني يذهب إلى المعابر المطارات الإسرائيلية اللي هم وإحنا نفسهم أهلنا فلسطين بيقاوموا الذهاب إليها. هذا الخطاب يجب أن يذهب إلى الواقع ويقرأ مشاهد الناس وحياتهم ونضالهم وصعوباتهم. إحنا مسؤوليتنا اليوم نمكن إخواننا الفلسطينيين في أرضهم دون أن نرفع يافطة كبرى معهم من أجل المقاومة ومن أجل، إحنا من أجل الإنسان الفلسطيني، من أجل حقه في قيام الدولة الفلسطينية اللي عاصمتها القدس. خلني أرجع معك إلى موضوعنا الخاص بقصة السردية أو السرديات المتناقضة المتصارعة. هل من المبالغة القول بأننا اليوم نشهد ولادة ذاكرة تاريخية جديدة لجيل عربي شاب لم يعاصر مراحل كثيرة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي قضية فلسطين؟ هذه الذاكرة الجديدة بعد 7 أكتوبر وما تلاها من هزائم ومآسي وقتل وتشريد، يعني شيء محزن بكل المقاييس، ما تأثير ذلك على التنمية تحديدا في المنطقة من هنا إلى 10-20 سنة؟ نرجع مرة ثانية، السرديات الكبرى زي ما انطرحت على يد اليوتار الفرنسي بكتابه ما بعد الحداثة ودراساته اللي عملت، عادة السرديات لا تقبل برواية أخرى. بالتالي ما تقولي سرديات، في سرديات معينة تم تسويقها وتم العمل عليها حتى تستقر في الذهن، يعني مثلا سردية التخلف الإفريقي الاستعمار إنه يعني هذه إفريقيا، سردية الغرب المتقدم والشرق المتخلف، هذه انعملت عبر بنيات زمنية طويلة أخذت وقت طويل حتى إنه يرسخوها. وزي ما سألت، يعني اليوم أنت لما بروحوا طلابنا وأبنائنا للجامعات الغربية بتفاجئوا بهذا الموقف الغربي اللا متقدم واللا متحضر والداعم فقط لإسرائيل لأنها مجرد إسرائيل، والكاره أو الذي لا يسمح بأن يرفع علم فلسطيني في حفل تخرج أو في ندوة، في صدمة بتصفي عند الشباب هذول الناس، طلابنا اللي بيذهبوا للجامعات، أبنائنا اللي بالجامعات. نعم، أن هذه اللحظة الراهنة تؤسس لحالة وعي جديدة نحو القضية الفلسطينية ونحو قضية الحرية بشكل أساس وفي نحو قضية الاحتلال. اليوم الجميل أن هؤلاء الشباب يشهدوا لأول مرة وعيا نحو فكرة الاحتلال والاغتصاب وتدمير أرض وكارثة إنسانية وما إلى ذلك، بس بنفس الوقت الماكينة والسردية العربية التي قدمت لم يكن لها أن تصل وتغير النظرة الغربية وتجعل الناس ينزلوا للشوارع لولا الجهد العربي الرسمي.
بعد مثلا قمة مكة وبعد قمة مكة الإسلامية قمة الرياض الإسلامية العربية كان في انبرت المجموعة الاتصالية العربية فيها الإمارات والسعودية والأردن وقطر ومصر، تمام؟ هي اللي ذهبت وجالت إلى كل مراكز القرار العربية والعالمية عفوا الغربية والإسلامية، وذهبوا للصين وذهبوا للهند وذهبوا لمجلس الأمن الدولي، وشفت الخطاب العربي حتى الدبلوماسية العربية تفوقت لأنها أخذت قوة بمجتمعاتها. اليوم هذول الشباب والجيل الجديد دكتور تحضر عندهم صح قضية مقاومة، لكن هم يحتاجوا إلى أن يعوها بشكل جيد. والمقاومة لا تكون فقط في أنه يلا انزل على الحدود وفتح الحدود، المقاومة بإنتاج معرفة، المقاومة بإنتاج ثقافة، المقاومة بالحفاظ على اللغة، المقاومة بتعميق المؤسسات الوطنية، المقاومة بتعميق الوحدة بين المثقفين العرب وإنتاج حالة ثقافية. اليوم إحنا نتحدث في دولة عربية وربما نلتقي في مكان آخر حتى نقضي على هذا التفاوت البيني بين في المشهد الثقافي العربي والمشهد السياسي والمشهد الاجتماعي. المقاومة تكون بخلق التكامل الاقتصادي. جميل هذا التعريف للمقاومة. نعم. خطاب إعلامي مستنير. نعم. محترم يقدم. ولكن في أيضا في إطار الحديث عن السرديات، سرديتين متناقضة ومتصارعة، هذه السردية التي تقولها وأتفق معك فيها في قطاع كبير للأسف يرفضها. يرفضها بل يتهم صاحبها بمتصاهين. هذا محزن. هذا محزن لأنه إن كان في دروس من التاريخ يجب أن نستفيد منها من العالم كله، فإن الذهاب للسلم والإبقاء على المقاومة هما شرط موضوعي للانتصار في النهاية. يجب أن يؤولان إلى نتيجة، إما نتيجة أنه تحصل على استقلالك بالتفاوض والنضال المدني والسلمي، وعندك تجربة في جنوب أفريقيا، تجربة حضارية. نعم. موجودة. نعم. وعندك في الهند غاندي. وصح الاحتلال هو احتلال، لا يفرق بين الصغير ولا الكبير ولا هذه المعادلة في الدولة هذه ولا في الدولة هذه. وهناك من يقول بأنه في قادة تاريخيين عملوا معاهدات سلام طويلة الأمد حتى يحصلوا على ما يريدوا ويحققوا انتصارهم. وعندك صلاح الدين. نعم. الذي الصليبيين احتلوا المنطقة 200 عام. 200 عام. حتى جاء نور الدين زنكي ثم جاء صلاح الدين. وماذا عملوا يا دكتور سليمان؟ عملوا إحياء لمؤسسة المدرسة وأحيوا المدارس. جاء نظام الملك وأنشأ المدرسة النظامية في بغداد الإسلام السني وقوى المدارس وقوى المجتمعات. إجا ابن السراج كان يوعظ الناس في مساجد بغداد عن العفة لأنه صار في فساد أخلاقي، وكتب كتابه مسار العشاء. إذن الإعداد للمقاومة يحتاج إلى بناء مؤسسات، يحتاج إلى إعادة تماسك المجتمع، يحتاج إلى تقوية أدوار الطليعية للإنسان المثقف والإنسان العالم. مش أنه العالم يروح مع السلطان كيفما يريد أو مع واحد يرفع دعاء ويرفع شعار لك يقول لا الإسلام هو الحل وهو الجهاد وأنت تذهب معه على ما في متطلبات للدولة، في متطلبات للمجتمع، في متطلبات للقائد أن يحفظ للمجتمع سلامته ولا يزوج به بالتهلكة. هذه هي الخيارات وهذه الدروس المستفادة من التاريخ والتي تقول يجب أن نعي مسؤوليتنا. نعم. تجاه مجتمعاتنا أولاً كمثقفين وكقادة وكعلماء وكسلطة منبر وسلطة قضاء وسلطة إعلام. أما إذا أنا ودي ألبي أشتغل زي ما بده الجمهور واللي بنزل بالساحات واللي يعرف أنه إذا أخذنا قرار ممكن يأثر على مسيرنا الاقتصادي لمدة 2 أو 3 وندفع ضريبة كبيرة من أجل أن ألبي صوت الشارع، هذه مسألة يعني خلية. معالي مهند مبيضين، شكرا جزيلا لقبول دعوتنا. شكرا.